ومن شرم الشيخ أجرت موفدة التلفزيون المصري ريهام ديب لقاء خاصا مع المتحدث الرسمي الإقليمي بوزارة الخارجية الأمريكية سام روبرغ. لقاء في منتهى الأهمية جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن هنا في مدينة السلام، المدينة الخضراء، مدينة شرم الشيخ، وذلك على هامش الأعمال الخاصة بقمة تغير المناخ في دورته 27 COP27، هذه الدورة الاستثنائية التي تحمل عنوان معا للتنفيذ. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل نظيره الأمريكي، وكان اللقاء في منتهى الأهمية وثريا للغاية، وكان أيضا هناك الكثير من الرسائل المهمة من هذا اللقاء، بالإضافة أيضا إلى رسائل أخرى كانت في كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن نتعرف عليها تفصيلا من خلال السيد سام ويربرغ المتحدث الرسمي الإقليمي بوزارة الخارجية الأمريكية. سيد سام، أهلا بحضرتك، وطبعا بنرحب بحضرتك في مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام. شكرا جزيلا أستاذة ريهام، وشكرا للقناة الأولى لهذه الاستضافة. وفعلا هذه المدينة شرم الشيخ المكان المناسب وفي الوقت المناسب لنرى هذا المؤتمر، لأن هو فعلا ممكن أهم مؤتمر في تاريخ بالنسبة لتغير المناخ. وهذا تحديدا ما ذكره الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه توجه بالشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استضافة الولايات المتحدة في هذه اللحظات التاريخية اللي بتشهد فيها مصر استضافة هذا المؤتمر ورئاسة هذا المؤتمر المهم جدا بالنسبة للعالم أجمع لإنقاذ البشرية من الأثار السلبية للتغيرات المناخية. أبرز الرسائل التي كانت في كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن. إذا سمعنا خطاب واضحة ورسالة قوية من رئيس بايدن اليوم حول أهمية هذا المؤتمر، أهمية استضافة مصر هذا المؤتمر، لأن مصر من البلدان التي لديها الحلول للتحديات بالنسبة لتغير المناخ، وهي متضررة من تغير المناخ بالنسبة للجفاف والمياه. إذا فعلا الولايات المتحدة تشكر مصر لتنظيم هذا المؤتمر واستضافة، وبدون شك هذا المؤتمر وكل التداعيات بالنسبة لتغير المناخ كان جزء مهم من المناقشة بين الرئيسين اليوم في اللقاء بينهم. وفعلا الولايات المتحدة كانت وما زالت لدينا تنسيق وتعاون مع مصر بالنسبة لتغير المناخ منذ سنوات، ليس فقط في هذا السياق بالنسبة للمؤتمر هنا في شرم الشيخ. نعم نحن نريد أن نقوم بتعزيز هذا التنسيق، ورأينا بعض الإعلانات من رئيس بايدن حول التنسيق بين مصر والولايات المتحدة، ولكن كان لدينا منذ سنوات منذ عقود التنسيق عن كثب مع مصر بالنسبة لهذه التحديات. نعم، وإذا ما تحدثنا بلغة الأرقام سيد سام، الرئيس الأمريكي جو بايدن ذكر الكثير من الأرقام المهمة التي لابد أن نتوقف عندها. ذكر أنه هيتم تخصيص 150 مليون دولار تحديدا لدعم المبادرة الخاصة ببريبير، وهي في القارة الإفريقية، وهي طبعا متعلقة بالتكيف. كذلك أيضا ذكر أنه هيتم تخصيص ملياري دولار لمشروعات الطاقة الشمسية في أنغولا، ثم يتم تعميمها بعد ذلك في كل العالم. تحدث أيضا عن 630 مليون دولار، وذلك لما يتعلق بكل المبادرات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية، بما فيها طبعا أجهزة أنظمة الإنذار المبكر، بالإضافة أيضا إلى كل ما يتعلق بمواجهة الأثار السلبية، التكيف وغيرها. قراءتك لهذه الأرقام التي تحدث عنها اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن؟ نعم، إذا نأخذ كل الأفكار واحد لاحد، هذه الخطة prepare هي خطة الطوارئ، لأن نحن نعرف أن في الماضي كنا نتكلم حول التحديات بالنسبة لتغير المناخ كشيء سيكون في المستقبل، ولكن الآن ماذا نرى؟ نرى كل يوم الفيضانات في باكستان ونيجيريا، الحرائق في كل إنحاء العالم، التصحر في الصحراء وفي أماكن أخرى. إذا حان الوقت الآن لنقوم بالحلول ولنطبق وتنفيذ، مش في المستقبل. ولذلك لدينا هذا الخطة الطوارئ، لأن فعلا بعض الأماكن وصلت إلى فعلا حالة طوارئ. لذلك نحن لدينا هذا 150 دولار بالنسبة لهذا المشروع مثلا في الأنغولا. سمعنا رسالة مهمة من رئيس بايدن اليوم، هو قال إن ليس فقط الدول المتقدمة التي لديها الحق
لاستفادة من هذه الحلول الجديدة. لماذا عندما لدينا هذه الحلول الطاقة الشمسية طاقة بديلة نحن سنخبي هذه الحلول في الدول المقدمة أو المتقدمة أو الغرب؟ لا، مستحيل. لذلك من اللازم أن نشتغل مع حلفاؤنا مع أي بلدان أخرى لنوفر لهم نفس الإمكانية. لذلك مثلا عندنا هذا البرنامج في أنغولا، ولدينا بعض المبادرات الأخرى المهمة وسنسمع أكثر في هذا الأسبوع، لأن فعلا نحن في بداية، نحن في بداية التمويل وبداية الجهود المشتركة بالنسبة للتمويل حول تغير المناخ. وأيضا تعهد بأن كل التعهدات الخاصة بمواجهة الأثار المناخية والأثار السلبية للتغير المناخي هتكون بحلول عام 2030 تحديدا. كيف سيتم ذلك؟ أنه بحلول عام 2030 هيتم الالتزام بكل التعهدات المتعلقة بالأثار السلبية للتغيرات المناخية. هل ذلك فيما يتعلق بالتمويل أم بالمبادرات المختلفة للتكيف أم للتخفيف أم ماذا؟ نعم، إذن سمعنا من رئيس بايدن لدينا الإمكانية في الولايات المتحدة، نحن في طريق سليم بالنسبة للالتزامات الأمريكية لوصول إلى أهدافنا بالنسبة حد الانحباس الحراري لل 1.5 درجة مئوية ونسبة تخفيض الانبعاثات وكل هذه الخطوات والأهداف. لدينا هذه الإمكانية في الولايات المتحدة. إذن السؤال أمامنا في هذا المؤتمر المهم هنا في شرم الشيخ في مصر، كيف نحن سنشارك هذه الحلول، كيف نحن سنساهم في التمويل مع البلدان الأخرى، لأن ليس فقط للولايات المتحدة لوصول إلى هذا الهدف قبل 2030. لماذا؟ لأن التلوث وتغير المناخ لا تعترف بأي حدود جيوغرافية أو سياسية. إذا نحن نقوم بهذه الالتزامات في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى ليس لديها الإمكانية، نحن سنكون متضررين. إذا من اللازم أن نحن نشارك كل هذه الحلول والتمويل مع البلدان الأخرى. نعم، أيضا كان هناك تأكيد من الرئيس الأمريكي جو بايدن على أنه لابد أن يكون هناك مستقبل أفضل للأجيال القادمة وأن يكون هناك بيئة نظيفة للأجيال القادمة، ثم تحدث عن ضرورة أن يكون من ضمن الأهداف المرجوة وخصوصا خلال هذا المؤتمر تخفيض الانبعاثات الدفيئة والغازات الدفيئة وأيضا تخفيض الميثان، وأن هناك مبادرات بشكل خاص من أجل تخفيض الميثان. نعم، إذن الميثان كما سمعنا من رئيس بايدن وكما كنا نعرف منذ سنوات، الميثان أسوأ وأخطر من كربون بالنسبة تأثيراتها على التغير المناخ وكل التحديات أمامنا. ولذلك قمنا بعد كوب 26 في هذا التعهد الجديد، تعهدات العالمية بشأن الميثان، وبدينا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعدين ضمن الاتفاق بعض البلدان أخرى. الآن وصلنا في هذا المؤتمر هنا في شرم الشيخ إلى أكثر من 130 دولة. إذا نحن كلنا نتفق أن من اللازم نأخذ الخطوة اللازمة بالنسبة للميثان، لأن فعلا هي تمثل تحدي كبير بالنسبة لتغير المناخ. نعم، أريد أن أتحدث سيد سام عن أبرز القضايا التي تم التطرق إليها خلال لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن. سيد الرئيس أكد على مدى قوة العلاقات وأنها يعني قوية منذ 40 عاما، وبالإضافة إلى أن هناك تقارب شامل تجاه الكثير من القضايا المشتركة، قضايا طبعا موجودة في المنطقة. ما هي أبرز هذه القضايا التي يوجد تقارب بشأنها بين مصر والولايات المتحدة؟ نعم، إذن في سياق هذا المؤتمر من اللازم أن الرئيسان كان يناقشان هذا المؤتمر والجهود المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر بالنسبة لتغير المناخ، وكيف الولايات المتحدة ومصر ستبحثان جميعا عن الحلول اللازمة، وكيف نحن نريد أن نشجع الدول الأخرى لتحذو هذو مصر بالنسبة للتطورات في مصر بالنسبة لتغير المناخ. لأن لازم نهد في العين الاعتبار أن الاستثمارات المصرية حول الطاقة البديلة والطاقة الرياح والشمسية لم تأتي في سياق هذا المؤتمر هذه السنة، لا، منذ سنوات، منذ عقود كنا رأينا هذه الاستثمارات من جانب الحكومة المصرية في الطاقة البديلة والشمسية. إذا نحن نريد أن نشجع الدول الأخرى لتحذو هذا مصر. أيضا نقطة أخرى مهمة،
كيف الحكومة المصرية منذ سنوات كانت تقوم بالتنسيق مع كل الجهاز المهمة في الأمم المتحدة حول الزراعة والمياه والطاقة. إذن هذا فعلا كان جزء مهم من المناقشة اليوم بين الرئيسين، ولكن أيضا هم كانوا يناقشوا كل المواد الأخرى، الملفات الأخرى مهمة في العلاقات، منها الاستقرار والازدهار في المنطقة، منها مكافحة الإرهاب، منها كل الملفات الإقليمية المهمة التي تلعب مصر دور مهم فيها، ومنها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ونحن نشكر مصر للجهود الكبير من إصبع وقف الأنف وتحدي الوضع في غازة، وأيضا ليبيا والسودان وكل هذه الملفات الأخرى مصر تلعب دور مهم جدا. ولذلك نعم الرئيس بايدن هو كان يريد يزور مصر ويتكلم وجه لوجه مع رئيسنا، فبالتالي وجد هذه الفرصة، هي فرصة مواتية من خلال هذا المؤتمر، طبعا مؤتمر كوب 27 والذي ينعقد بمشاركة دولية واسعة، وبالتأكيد طبعا بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن. أيضا من ضمن أبرز الملفات التي تم التطرق بشأنها العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص على الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية، مع تقدير الولايات المتحدة لكل ما تقوم به مصر في مواجهة التطرف وكذلك أيضا مواجهة الإرهاب، وعلى الجانب يعني بنفس بالتوازن مع مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف أيضا التنمية التي تقوم بها مصر حاليا. أريد أن أتوقف عند هذه النقطة تحديدا، تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية خلال الفترة القادمة. نعم، إذن نحن نعرف أن العلاقة الثنائية بين مصر والولايات المتحدة علاقة قوية جدا وتاريخية ومليئة بملفات مهمة، وكانت لدينا هذه العلاقات منذ 40 سنة. إذن السؤال أمامنا الآن، كيف نحن سنستمر هذه العلاقة وكيف نحن سنبني عليها لنتطورها إلى مراحل ومستويات جديدة وأعلى وأحسن، لأن لدينا علاقة ثابتة نحن نعرف ذلك، ليس فقط بين الحكومة والحكومة والمؤسسات الحكومية التنمية، لا، بين الشعب. أنا أعيش في مصر 4 سنوات، أنا أعرف كيف المصريين يعتبر الأمريكيين أصدقاء وكيف الأمريكيين يعتبر المصريين أصدقاء، ولذلك نحن لازم نتطور العلاقات في كل هذه المستويات، ليس فقط المستوى الحكومي ولكن أيضا بين الشعوب، بين المصريين والأمريكيين. نعم، قبل أن أختتم هذا الحوار معك سيد سام، هذه الزيارة التي تأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للتغيرات التي يشهدها العالم بأسر التحديات المختلفة، وهنا ثمن الرئيس الأمريكي جو بايدن موقف مصر من مختلف قضايا المنطقة مثلما ذكرنا، وكذلك أيضا بالنسبة للأزمة، في الأزمة طبعا الروسية الأوكرانية، وتم الحديث على التحديات التي يشهدها العالم جراء هذه الأزمة. ما هو التقارب بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بهذا التطور الذي يعني يتأثر به كل العالم وبشكل خاص التداعيات الاقتصادية؟ نعم، وسمعنا كلمات واضحة جدا من رئيس السيسي منذ أيام حول الحاجة لإنهاء هذه الحرب، وفعلا الولايات المتحدة تتفق مع هذه الفكرة، وهذا نفس الموقف اللي كان عندنا من بداية هذه الحرب. بشكر حضرتك شكرا جزيلا السيد سام ويربرغ، المتحدث الرسمي الإقليمي بوزارة الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا على وجودك معنا على شاشة القناة الأولى، وبنتمنى إن شاء الله إنه هذا المؤتمر يخرج بنتائج فعلية تنفذ على أرض الواقع للتنفيذ كل التعهدات التي تمت خلال المؤتمرات السابقة لتغير المناخ. شكرا جزيلا لوجودك معنا.